أنا اختبرت الاختبار القدرات العامة 4 مرات، ولله الحمد والمنة كان في كل مرة أفضل من المرة التي تليها. كنت أسمع بعض الكلام اللي يقول أن أول اختبار لك راح يكون أسوأ اختبار، أفضل اختبار عفوا، لكن اكتشفت أن هذا شيء يؤثر على الطالب نفسيا أكثر مما هو عملي يعني. فحاولت أني أطور نفسي بدل ما أسمع الكلام هذا واركن إليه، فولله الحمد والمنة تطور في كل اختبار إلى الأفضل، كل اختبار تطور إلى الأفضل. بالنسبة لأول اختبار أنا دخلت في دورة أقامتها المدرسة، كانت تتكلم عن أولاً أساسيات حل الأسئلة، ومن ثم بعض التطبيقات لأحد المدربين المشهورين. كان أكثر شيء استفدت من الدورة هو الأساسيات. صحيح أن التمارين فادت، لكن أفادت من ناحية تطبيقية، بحيث أن بكل تمرين أحله راح أكسب زيادة من المهارات أو المزيد من المهارات. الأساسيات كانت تقريبا 4، اللي هي استبعاد الخطأ، كذلك أولا استبعاد الخطأ، ثانيا التجريب، ثالثا الحل السريع، الرابعة لا تحضرني حاليا، لكن استفدت منها استفادة كبيرة هذه الأساسيات. ومع تكرار الممارسة وتكرار الاختبارات أصبح عندي ملكة، اللي هي ملكة استكشاف السؤال وحله بطريقة أسرع من المعتاد. صحيح أني واجهت في الاختبار الأول أزمة في ضيق الوقت، كنت لم أنسجم مع الوضع، فكان يتعدى السؤال وأنا ما استطعت أن أكمل حله. أنا كنت قبل كل اختبار أدخل على تجميع لأسئلة السنة، نفس السنة التي فيها الاختبار، وأخذ أغلب الأسئلة التي وردت وأولاً أحاول حلها بنفسي ومن ثم أنظر إلى الحل. الطريقة هذه فادتني في أني أستكشف هل مدى صعوبة الاختبار، إذا كنت حليت نفس السؤال صحيح راح أكتشف أني بنفسي أنا أستطيع أن أحل الباقي، أما إذا ما استطعت أني أحلها راح أشوف طريقة الحل بحيث أنها تكون عندي طريقة، إذا مثلا تغيرت الأرقام تكون طريقة نفسها عندي. كذلك كان هناك بعض في المدرسة المدرسين يعطونا بعض الأسئلة التي وردت في نفس السنة من الطلاب، يأخذون الطلاب ثم يشرحونها وطريقة حلها. هذا بالنسبة للجزء الكمي. بالنسبة للجزء اللفظي ولله الحمد أنا ما عانيت أي مشكلة في الجزء اللفظي، وذلك بسبب أني كنت ولله الحمد في حلقات تحفيظ القرآن منذ الصغر. هذا الأمر جعل كلمات عندي أو جعل عندي حصيلة لغوية من الكلمات تمكنني من فهم أغلب الكلمات وأغلب الأسئلة في الجزء النظري. فالجزء النظري ما واجهت فيه أي صعوبة، لدرجة أني ربما من أول امتحان كنت يخلص الوقت وبقي لي تخلص الأسئلة وبقي لي 5 دقائق أو 7 دقائق أستطيع أني أراجع فيها. فاستفدت من بعض الأقسام التي كانت هناك، الأقسام القسم يكون فيه جزء من النظري وجزء من الكمي، بحيث أني استغليت وقت النظري في الجزء الكمي. في أحد أول اختبار عندي كنت في وقت العصر، كنت في الحلقة بعد انتهينا وقبل صلاة المغرب، ذهبت أنا واحد الزملاء إلى مكان الاختبار، كان في كلية المجتمع.
راجعنا بعض الأسئلة على السريع، ومن ثم استعنا بالله ودخلنا إلى الاختبار. في أحد الاختبارات كان وقت اختباري صباح يوم الخميس طبعا سابقا قبل أن يتم التغيير. كان أتى هناك اقتراح من أحد الزملاء أن نطلع طلعة برية لإزالة التوتر قليلا ومن ثم نعود وندخل الاختبار. فذهبنا إلى البر، احنا في البر تعطلت السيارة وغرزت في الرمل، فكان هنا هذا الموقف شوية مربك قليلا. طبعا صار عنده ضغط في الوقت، حاولنا نطلع السيارة، طلعت بحمد الله، ولحسن الحظ ان كان المكان قريب اللي هو كان في جامعة الإمام، فاستطعنا بحمد الله ان نلحق على الاختبار بنفس الموعد. طبعا كان للأسرة دور كبير في تهيئة الابن أنس إلى حصول على التفوق في الدراسة بصفة عامة، ثم لما جاء مرحلة الاختبارات للقياس بدأ نحث فيه ليحصل على التفوق ليحقق الهدف الذي يرجوه بدخوله الجامعة والتخصص الذي يسعى إلى تحقيقه. كان هناك عدة وسائل سعى لتحقيقها وساعدناه فيها، سواء عن طريق مواقع الانترنت والتدريب عليها في هذا الشيء، عن طريق إخوانه الذي سبقوه بدخول الاختبارات وكيف كان الاختبارات حتى هي نفسيا ومعنويا لهذا الاختبار. فعلى ضوء ذلك حقق الدرجة اللي كان يتمناها هو قبل ما نكون نحن لنا فيها تمني لهذا الشيء. أضف إلى ذلك ثقته الشاب في نفسه وطموحه العالي لتحقيق مبتغاه في المستقبل بالتخصص الذي يأمل أن يحصل عليه، ونتمنى إن شاء الله أن يحقق الهدف الذي هو يرجوه في حياته العملية، والهدف الذي نرجوه نحن في مستقبله الدنيوي والأخروي. فهكذا كان دور الأم والأب والأسرة كاملة لهذا الابن أنس في تحقيق ما يصبو إليه ونأمل أن يحققه. هنا في هذا المركز كنت أجي الصراحة استفيد منه استفادة بالغة، من ناحية الكتب المتوفرة فيه اللي تدعم منهج قياس، وتدعم كذلك بعض المناهج الدراسية، وكذلك هناك بعض الكتب المجمعة للتحصيلي، كذلك هناك معلومات عامة يعني كنت استفيد منها استفادة بالغة من ناحية المعلومات العامة في الدراسة وتنمية العقل. اليوم الصباح دخلت لي المدرسة حسيت بجو ثاني يختلف عن جو الجامعة ككل، حسيت أنه يعني الطلاب كانوا مع بعض، كل شخص أو بالأصح البيئة كلها واحدة، ما فيه توسع أو انفتاح يعني في العلم. كل الكتب الدراسية راح تكون يعني محددة وواضحة، بينما في الجامعة صراحة كان هناك يعني مجال أكبر للبحث والتحري وبحث بعض المعلومات، وأنت الذي تبحث عن المعلومة، ليس شخص يأتي يعطيك إياها أو شخص يأتي ليلقنك إياها. بالنسبة للطريقة هناك بعض الأساسيات التي يجب على الطالب أن يتعلمها ويبحث عنها في الإنترنت أو أي كتب تخص هذا المجال لكي يتعود أو مع الممارسة قبل الاختبار يستطيع أن يعرف أي طريقة يختار لاختيار الإجابة، مثلا استبعاد الخطأ أو تجريب المعطيات. وهناك عدة طرق لا تحضرني الآن، ولكن راح أو سيتدرب عليها الطالب مع كثرة التمرين وبعض والإجابة على الأسئلة ما قبل أسئلة ما قبل الاختبار. والله أنس الله يوفقه ويجعله بر بوالديه، وهذا بسبب بره الوالديه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، وفقه الله في أموره كلها. أنس من خيار طلابنا، سلوك، تعامل، أدب،
حرص على الدراسة، الاهتمام في مظهره، في كلماته، في مواقفه، يعني من خير طلابنا اللي يعني دخلوا الفاروق، وحقيقة نتشرف مثل أنس وعيناته من أولى ثانوي وهو قائم على أعمال فنية في المدرسة. أعمال فنية في المدرسة، يعني تخيل نطلع من الدوام نخلص منه وهو جالس يشتغل في الساحل.